قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بدولة الكويت العزاء في وفاة أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، سائلا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته ويلهم شعب الكويت الشقيق الصبر والسلوان. والتقى الرئيس السيسي أخاه الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الجديد، معربا عن خالص التمنيات لسموه بالتوفيق والسداد في استكمال مسيرة التقدم والنماء بالبلاد.